يا اخوان انا اشوف تصوير في الحرم، التصوير في الدور الثاني هذا حرام منكر ولا يجوز. يجب ان يمنع هؤلاء وان تؤخذ الالاف اللي معهم تحطم. لا يجوز اقرار المنكر في حرم الله في المسجد الحرام، ما يجوز هذا. لا يجوز اقرار المنكر في كل مكان، فكيف في حرم الله؟ من يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. عليكم أن تبلغوا الجهات المسؤولة عن هذا العمل المنكر ليأخذوا على يد هؤلاء المجرمين الذين ما جاءوا للعبادة وإنما جاءوا للأذى وفعل المنكرات. ولا حول ولا قوة إلا بالله.